السلام عليكم ورحمة الله، اهلا بيكم معايا في فيديو جديد معكم مامة عمر. فيديو النهاردة ان شاء الله هنصور فيه اوردرات قماش دك او قماش شنط توتي باك. هعرفكم فيه على الالوان المتاحة وكمان على الخامات المتاحة اللي بتطلع معانا في الاوردرات. تمام معايا الفيديو، هقول لكم على معلومات كتير ان شاء الله في الفيديو ده. يلا نبدأ على بركة الله. ورجعنا مع بعض. حابة بس في البداية اللي أول مرة معنا في القناة، احنا قناة إبرة وخيط مامة عمر. بدأنا قرص مع بعض، قرص مجاني لتعليم شنط التوتي باك، تعليم من البداية خالص، من القص للمقاسات للخامات لكل التفاصيل. والقرص ده موجود معنا على القناة، الحلقات كلها ورا بعض. طيب انا كنت وضحت في الكورس قبل كده ان اللي حابه طبعا الخامات، في احنا بنشتغل الشنطه بقماش ايه، بنشتغل الشنطه بقماش الدك. تمام، وضحنا مع بعض في الفيديوهات ازاي نعرف خامه القماش الكويسه من خامه القماش الوحشه والاماكن اللي هنشتريها منها. وقلنا لو المحافظه بتاعتك او المكان بتاعك او حضرتك مش هتقدري تطلعي وتشتري، بنوفر الخامة بتاعت الشنطة سواء قماش، لو حابة القماش بكل خامات الشنطة بنشحن لأي محافظة، وكمان لو حابة الشنطة جاهزة، يعني لو حابة أي موديل من الشنط بتاعتنا. طبعا الشنط بتاعتنا لها موديلات كتير، أي موديل حابة تنفذيه جملة أو قطاعي بننفذه. يلا نبدأ في الأوردر بتاعنا. العميلة طالبة معانا قماش الدك اللون الاوف وايت. ادي اللون الاوف وايت، شايفين الخامه يا بنات؟ شايفين النسيج بتاعها؟ النسيج بتاعها ناعم، مفيش وبره، مفيش وبره اهو، شايفين؟ تمام، ده معايا اللون الاوف وايت، طالبه متر من اللون الاوف وايت. طالبه معايا اللون الاسود، يا رب يكون ظاهر معاكم اللون الاسود في التصوير. شايفين؟ شايفين الخامه ناعمه ازاي وتخينه؟ ده اللون الاسود، تقريبا مترين من الاسود. ومعايا هنا اللون الاصفر اهو، شايفين الخامه؟ تمام، تقريبا برضو متر. وطالبه معايا كمان اللون ده، اللون الازرق او زهري، مش عارفه هو لون الزهره كده. ازرق زهري، لونه جميل جدا، يا رب يكون واضح معاكم بس الالوان في التصوير. ده تقريبا كمان متر. انا والله الفتره اللي فاتت من اول ما نزلنا القرص واعلنا ان ممكن اوفر لك القماش، يعني ما شاء الله في اوردرات كتير طلعت، وفي اوردرات طلعت بكميه، يعني في ناس بتحب ايه، طالما هطلب شحن لا يبقى انا اطلب ايه، لانك بتدفعي مصاريف شحن، فبتطلب مثلا كمية فوق العشرين متر، يعني ممكن 20-25 متر، وتشكلهم من كل لون الالوان اللي عارفة اقبال عليها، بتاخد منها اكتر. عايزة اوضح لكم حاجة برضو كمعلومة، في الشغل الشنط اكتر الوان بنات ماشية اللون الاسود واللون الاوف وايت، دول اكتر لونين عمليين في الشغل. وطبعا وباقي الالوان دي ماشيه معايا طول الصيف وبرده في الشتاء معايا، في ناس طبعا كتير بتطلب الالوان دي. تمام، وطلبت معايا كمان اللون ده، اللون الفوشيا، اللون اللي اشتغلنا بيه الكورس بتاعنا. تمام، والعميله دي طالبه معايا، طالبه مع القماش ايه كمان، في الوان تاني هوريها لكم في الاوردر، في الاوردر التاني كده. ده كان اوردر عميله. طالبه مع الاوردر اللي هو الكبسولات، الكبسوله دي اللي هي الكبسوله المغناطيس اللي بنستخدمها في الشنطه، شايفين دي طريقه الايه، القفل بتاعها. تمام، في حاجه هنا اهو، اهو للكبسوله بيجي معاها الجزئين دول، دول بنعمل ايه فيهم عشان بس حابه اوضح لكم بتتركب ازاي. تمام، هقول لكم بتتركب ازاي. شايفين احنا بنجيب الكبسوله كده، طبعا بتكون على الشنطه، فانا بدخلها كده، بتدخل كده معايا في القماش اهو. الحديده دي بقى بتعمل ايه، الجزء ده بدخله كده وبقفل الجزئين دول، بقفل كده وكده، دي بتثبتها اكتر.
تمام. بس عشان خاطر ايه، طبعا اكيد العميلة بتاعتي اللي طالبة الاوردر هتشوف الفيديو ده عشان تعرف ازاي تركب الكبسولة. فبيكون كل كبسولة ليها جزئين كده لايه، للتثبيت. تمام. طلبت معايا من السوست اللي بالمتر اللي هو الايه، اللون الاسود بس، ومعاها الجرار بتاع السوسته. الاوردر التاني معايا متكرر في اللون الاصفر، برضو اللون الاصفر معايا في الاوردر. معايا لون ايه؟ معايا اللون ده، اللون الاخضر. شايفين كل القماش خامة واحدة، شايفين الخامة مفيش اي وبرة، والخامة بتاعتي تقيلة. تمام. ومعايا كمان ده اللون البيج، برضو اللون البيج ده عليه شوية طلب، يعني بيجي اوقات كده ناس كتيرة بتطلبه. تمام. ومعايا اللون رمادي او اللون رصاصي. تمام. تمام. واكيد الالوان اللي متوفرة معايا في الشنطة، اللون البيج، اللون اللي متوفرة معايا، سواء هتطلبي الشنطة وحابة الوان منها فالالوان دي متوفرة. لو هتعملي، لو هتاخدي الشنطة جاهزة، هتاخدي الشنطة جاهزة. لو انا لو مش عندي مكنة، او لو انا مش عندي خبرة ان انا اقدر اقفل على المكنة وحابة اشتغل في المشروع ده، فتقدري تشتغلي فيه، هتاخدي الشنطة جاهزة وتقدري تسوقي الشنطة بطريقتك. طبعا احنا داخلين على موسم مدارس، والموسم ده الشنطة دي بيكون عليها طلب كبير جدا. تمام. معايا الالوان، سواء طلبتي القماش او سواء طلبتي الشنطة، الاتنين متوفرين معايا. اللون البيج، معايا اللون الرصاصي، معايا اللون الاخضر، معايا اللون الاصفر. تمام. معايا اللون الاسود، اللون الاوف وايت، اللون الفوشيا، اللون الازرق. كده معايا كام لون؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. معايا ايه؟ 8 الوان. طيب ايه متوفر تاني معايا من خامات الشنطه؟ لو حابه تطلبي الخامات بتاعتها، في موديلات من الشنطه بنات الحزام بتاعها ما بيكونش قماش، ما بيكونش بنفس من قماش الشنطه. في ناس حابه لا تغير، فبتطلب الحزام ده. عندي الحزام ده العرض بتاعه، هنقيس العرض بتاعه 4 سنتي. العرض بتاعه 4 سنتي، شايفين دي خامه القماش، خامه ممتازه جدا. وعندي نوع تاني اللي هو النوع ده، نوع الستان ده، شريط ستان، يعني هو مش ستان يعني اسمه كده، شريط داخل فيه ستان. شايفين الفرق بين ده وده؟ ده شويه فيه لمعه. هي خامه ده ممتازه وخامه ده ممتازه، الاثنين خامتهم ممتازه جدا. تمام. بس ده بيفرق ان ايه، فيه لمعه. تمام. ده متوفر عندي، ده متوفر منه اللون اللي اسفه يا بنات، تبوش شكني بس. متوفر منه اللون البيج، متوفر منه اللون الهافان، متوفر منه اللون الاسود. يبقى شريط الستان متوفر منه ايه؟ اللون الاسود، اللون الهافان، اللون البيج. تمام. ده اللي هو فيه لمعة او فيه نسبة ستان. طيب ده متوفر منه اللون الاسود بس. وفي تاني في عرض 2 سنتي متوفر منه اللون البيج ومتوفر منه اللون الاسود. الشريط ده عرض 2 سنتي، متوفر اللون البيج ومتوفر اللون الاسود. طيب ايه تاني معايا؟ معايا كمان اللي هو السوستة بالمتر، اهو عندي اللون البيج وعندي اللون الاسود وعندي. لو حابة انا على فكرة عايزة اوضح لكم حاجة برضو، خدمة القماش ان انا اوفر لكم القماش دي كانت خدمة مني للمتابعين بتاعتي. ليه؟ لان انا القماش ده مش كل الالوان دي متوفرة عندي، انا العميلة بتطلب مني الالوان بالامتار وانا بنزل اشتري لها. تمام. بيكون في يعني نسبة لا تذكر على سعر المتر، فهي نسبة يعني ما تجيش من الوصلات. بس انا حابة اساعدكم، انا حابة في ناس يعني في ناس كبيرة مش بتقدر تنزل، او في ناس ما عندهاش خبرة ان هي تلف او تروح اماكن بعيدة وتشتري. فبالنسبة لها طبعا الاونلاين
وان الحاجه توصلك لغايه البيت اسهل بكتير. وفي ناس اصلا مش متوفره عندهم، يعني في محافظات كتير، انا في ناس كتير مكلماني ولا القماش ولا اي خامات الشنطه متوفره عندهم، تمام. ففي طبعا الوان كتير من القماش انا دي بجيبها لكم بالطلب، يعني كل عميل حسب طلبه بجيبها له. وفي طبعا الوان السوست برضو في متوفره، كل قماش بلونه، بس في الوان بتكون مش متوفره فبنمشي معاها لون ايه سوسته تمشي معاها. حبيت اوضح النقطه دي. هوريكم الوان السوست تاني ممكن اهو يا بنات، يعني دي مثلا برضو سوست اللي هي بالمتر اهو، في اللون الازرق ده لون القماش الازرق، في اللون الرمادي، في اللون البنك ده، ده اللون ده الاقرب لي اللي هو القماش الفوشيا. بنعمل الشنطه البنك بالسوسته دي. معايا اللون النبيتي ومعايا اللون اللافندر، و ثواني في لون تاني من القماش هوريه لكم كمان، في الدرجه دي من القماش اللون النبيتي، وفي كمان لون احمر بس انا مش عندي حاليا الاحمر، وفي لون اورنج، تمام. يعني دول كمان ثلاث الوان زياده، احنا كان عندنا 8 ومعاهم هنزيد عليهم 3 النبيتي والاحمر وفي لون اورنج بس. يعني بصوا يا بنات معايا ايه تاني من الخامات المعدن، قلنا دي الاقفال المغناطيس. طيب بالنسبه لحزام الشنطه، في شنط لو المتابعين معايا بنستخدم فيها الخامات دي، اللي هي دي الجرايه دي اللي بنستخدمها في حزام الشنطه لو حابين نصغر او نكبر الحزام، تمام. في عندي حلقات كبيره كده، في عندي الحلقات دي طبعا اللي بنستخدمها في ايدين الشنطة لما يكون معايا ايد شنطة كروس، وفي اللي هو الجنش اللي زي كده، تمام. ده بيكون معايا في ايد الشنطة. المتاباني هيشوف استخدامات الحاجات دي بنستخدمها في ايه. في عندي ميداليات للشنطة زي كده اهو، دي عينات طبعا، وفي لو حابة بالكمية بنجيب اهو، دي الاشكال المتوفرة اهو. عايزة اوضح لكم شكل الميدالية اهو في الشكل ده، تمام. ايه تاني من المعادن هنا؟ في حلقات مدورة بس كده، تمام يا بنات. ده كان فيديو كده سريع للخامات المتوفرة لعمل شنطة توتي باك. يا رب اكون قدرت اوضح لكم كل حاجة، وزي ما قلنا لو حابين نطلب اي حاجة برقم الواتساب الموجود على الشاشة بتطلبي سواء قماش سواء شنطة جاهزة. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، لو عجبكم الفيديو ريت ترفعوا الفيديو بلايك. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.